هو انا امتى اقدر اقول لك اعمل شير الفيديو؟ هقدر اقول لك اعمل شير الفيديو في حاله واحده بس، لو انت استفدت منه حاجه. لو ما استفدتش اي حاجه اوعى تعمل شير الفيديو، فده وعد. لو انت استفدت سيب غيرك يستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اعزائي الطلبه والطالبات الله بالصف الثالث ثانوي، اهلا بيكم مع مستر محمد علي وفيديو جديد. ازيكم يا ابطال عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير وصحه وسعاده. اهلا بيكم يا ابطال في الفيديو الاخير من فيديوهات حل الباب الاول فلسفه من كتاب الامتحان. يعني ايه العباره الطويله دي؟ كل قصة ما فيها ان احنا بدأنا ان شاء الله السلسلة بتاعتنا حل كتاب الامتحان فلسفة دفعة 2024، تمام؟ فجزأنا الموضوع، او هو الكتاب بمعنى اصح يا جماعة مجزأ الموضوع عشان بس تبقى فاهم ان هو عطيك درس اول وعطيك درس تاني وعطيك درس تالت، كل ده في الباب الاول. يعني اقول لك هو قاسم الباب الاول من اول ما تبدأ تعريف فلسفة البيئة لحد ما تخلص الحضارات اللي هو المصر القديم والصين القديم وابن رضوان وابن خلدون، ده معتبره درس كويس؟ ده حلينا عليه، وهتلاقي الأسئلة بتاعته كلها أكتر من 59 سؤال أو 60 سؤال، أسئلة قوية جدا بصراحة، يعني هتلاقيهم موجودين عندك في صندوق الوصف. ومجزة يا شباب جزء تاني أو درس تاني اعتبارا كل الفلاسفة المعاصرين، يعني تقدر تقول مثلا بيتر سينجر، توم ريجن، هانز يونس لحد الجزئية دي، وبعد كده بدأ فصلة تانية جايب لك من أول هانز يونس أو ما بعد هانز يونس لحد نهاية إيه؟ لحد نهاية الموضوع، وده مسميه الجزء الثالث. فكده أكون صادق معاك إن أنا قدرت ألم لك كل الأسئلة من أول الباب لنهاية الباب سؤال. ولكن احذر من 20 سؤال دول، كل سؤال بفكرة فعلا فكرة قوية جدا. طيب تعالوا مع بعض كده يا أبطال نشوف الأسئلة بتاعتنا عاملة إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم، معانا السؤال الأول بيقول: يقول احد المفكرين، واحد من المفكرين بيقول علينا التوقف فورا، لازم ندوس ستوب دلوقتي، عن العبث بمقدرات البيئه كي لا نكون ذكرى سيئه في حياه الاجيال القادمه. مستر الاجيال القادمه، واخد بالك؟ مش بفكرك بحاجه، انا عن نفسي بتفكرني بحاجات كتير، بتفكرني بالمستقبل. حلو، مين من الفلاسفه اللي عليك قال المستقبل؟ اثنين صح كده، وقع اثنين، هانز يونس، دانيال كلهان. طب ما تيجي نشوف الدنيا فيها ايه. ألدو لوبولد ده بيتكلم عن الأرض، أما الأجيال القادمة دي فلعبت مين؟ لعبت هانز يونس ولعبت دانيال كلهان. طب بالنسبة لهانز يونس آه خليه معاك دلوقتي، طب بالنسبة لبيتر لا ده عايز الحيوانات، طب بالنسبة لأرض نايس ده عايز أيكولوجيا عميقة، يبقى هنا أنا اخترت هانز يونس وأنا حاطط رجلي على رجلي كمان، برافو عليكي. تعال نكمل. تم اختراع جهاز، ماشي، عملوا جهاز حلو جديد يتم تركيبه على الصنبور، عملوا فلتر، يعني ما تقول إن هم عملوا فلتر الحنفية، إيه المشكلة يعني؟ يسمى التبريد، ويساعد هذا الجهاز على توفير المياه بنسبة 98 عند غسيل الأيدي بالمياه أو تنظيف الأسنان. ماشي يا باشا، عملوا حاجة كده بتراشد استهلاك المياه، ده جهاز؟ اه. طب السؤال ايه؟ يعد الجهاز المذكور من اختصاصات مين؟ أحد المداخل، مداخل ايه؟ أنا نسيت ولا ايه؟ لا، مداخل حماية البيئة. تعالى أقول لك، مش احنا عملنا ثلاث مداخل؟ مش احنا عملنا اصحاب القرار اللي هم السياسيين، وعملنا الاقتصاديين الفاعلين، وعملنا اصحاب المنظمات؟ اه حصل صح كده. طيب لما احنا نقول عملوا جهاز، اخترعوا جهاز، مش بتفكرك بحاجه؟ مدخل الاقتصاديين، المطلب الاول او الثاني، استخدام تقنيات تقلل التلوث، يبقى ده تبع الاقتصاد، ما هو ده جهاز، مش تبع السياسيين، مش تبع الدوله، مش تبع الحكومه، ولا تبع المتطوعين، ده تبع مين؟ الاقتصاديين. طب تعال نشوف كده، الفاعلين الاقتصاديين. ليه يا مستر؟ لان ده عمره ما هيكون من اصحاب القرار، ولا الجمعيه الحكوميه، ولا المنظمات الايه التطوعيه، فكده انا اخترت الفاعلين الاقتصاديين يا ابطال، برافو عليك. نكمل. انا عارف يا جماعه والله ان فيكم ناس ما شاء الله ممكن تجيب السؤال من اول مره، بس برافو عليكم، بس احنا برضو بناخد بالاسباب وبنوضح وبنشرح، وكل ده بيعمل ايه؟ تذكره، وبيعمل لك تغذيه بمعلومات اكتر. سؤال ثلاثه يا شباب، تعد منظمات المجتمع المدني، اهي معلومه، اهي جت اهي لحتى للي مذاكر، دي معلومه اضافيه. اللي عندنا في الشرح وفي المنصه او في الارض عارف يعني ايه منظمات المجتمع المدني. جماعه من المدنيين عملوا منظمه بيساعدوا الناس، اللي هي الجمعيات الخيريه، اللي هي منظمات تطوعيه. يعني يا مستر المجتمع المدني ده هي المنظمات، المنظمات التطوعيه، ايوه هي المنظمات الايه التطوعيه، برافو عليك. طب نكمل. المنظمات التطوعيه دي هي الذراع الايمن للحكومه، هي اللي بتساعد الحكومه. دلوقتي الحكومه مش تقدر تعمل مستشفى اورام وتعمل رساله وبهيه و فالمجتمع المدني هو اللي بيساعد. حلو، ليس فقط في عمليه التنميه، وانما ايضا في حمايه ايه؟ في حمايه البيئه. انا عندي حته في المذكره بتقول يا مستر ان يرى البعض ان الجمعيات التطوعيه دي هي المنقذ الوحيد في ظل عجز الدول. الدول مش هتقدر دلوقتي تحمي البيئه، مين اللي هيقدر يحمي البيئه؟ اللي هيقدر يحمي البيئه هي المنظمات. طب تعالى نكمل.
انها تسعى لاقامه النقاشات الخاصه بالحوادث السلبيه من اجل التوعيه لمواجهه المشاكل التي نتجت عن التقدم او عن ممارسات الانسان الخاطئه. نستنتج من مسابقه دور احد المداخل، تاني برضو المداخل، تاني المداخل. طب ما هم كانوا كام مدخل؟ كانوا ثلاثه. السياسيين ينفع هنا؟ لا، ده مجتمع مدني ملوش علاقه بالحكومه، يبقى السياسيين لا. طب اقتصاديين؟ لا، فين الاقتصاد؟ فين الاجهزه؟ فين الصناعه؟ فده يا مستر المدخل الخاص بيه اصحاب المنظمات التطوعيه. يعني القطاع العام ده ما ينفعش معايا، يعني اصحاب القرار دي ما تنفعش معايا خالص، الجمعيات الغير حكوميه يا مستر هي اللي تنفع. ليه كده؟ لان احنا سميناها جمعيه غير حكوميه، ذكير للتعريف يلا بتاع المنظمه، هي منظمه تطوعيه غير تابعه للحكومه لا تهدف للربح. يبقى يا مستر كلمه مجتمع مدني تمشي معاها الجمعيات الغير حكوميه. برافو عليكم. تعال نكمل الاسئله بتاعتنا. طيب يا ابطال عندنا سؤال رقم 4، يقول هو مويت اجادي: البيئه ليست ملك اي شخص ليدمرها، البيئه مش بتاعتك عشان تبوظها، بل هي مسؤوليه الجميع لحمايتها. حلو. تدعون المقوله السابقه بضروره الاخذ باحد المعايير الخاصه بهانز يونس. هانز يونس كان عنده معايير. طيب البيئة مش بتاعة حد لوحده، لازم يحافظ عليها وما يدمرهاش، مسؤولية مين؟ مسؤولية الجميع. طيب ألا تؤدي أفعالنا الحالية لتهديد؟ ينفع الكلام ده. طب تعال نكمل كده نشوف. أن نتصرف أو تتصرف الأجيال الحالية بطرق تشكل خطر على المقبلين؟ لا، هانز يونس في عايز كده خالص. أن تؤدي أفعالنا الحالية لتهديد؟ هانز يونس في عايز كده خالص. ألا تتصرف الأجيال الحالية بشكل مسؤول؟ طب ده هو عايزنا بمسؤولية، يبقى كده يا مستر اللي هتنفع معانا هي الاختيار الأول أو الاختيار ألف. تمام يا إبطال؟ تمام. نكمل يا شباب. ضرورة اعتماد الوزارات على ما يسمى بأساليب تدريس التربية البيئية، الوزارة لازم تدرس للأطفال أو للشباب أو للطلاب فكرة التربية البيئية. فلا شك أن المشكلات البيئية تتطلب تطوير التربية البيئية لتكون بشكل ملحوظ جزءا من التربية الأساسية في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي كمان الجامعي. السؤال بيقول الدولة لازم تحط في مقررات التربية والتعليم حاجات اسمها التربية البيئية زي التربية الدينية كده. التربية البيئية هتوعي الناس ان هم او الاطفال او الشباب او الطلاب ان هم يتعاملوا مع البيئة بشكل كويس. امين، معاك، مفيش مشكلة، ده حاجة حلوة. تؤكد العبارة السابقة على احد المداخل لحماية البيئة. حلو. الذي يهتم به، هو هنا بيقول للدولة وتعمل توعية والكلام ده كله. طب تعال نشوف كده. اول حاجة التخفيف من التلوث البيئي ده بتاع مين؟ ده بتاع الاقتصاديين، مالناش دعوة بيه. طيب المساهمة في تفاقم الاختلالات، احنا مش عايزينها تتفاقم، ده احنا عايزينها تقل وتتقلص. تخصيص جزء من الموارد ده تابع الاقتصاديين، ولكن احنا عايزين تشجيع البحث العلمي، ده خاص بالدولة. ليه يا مستر؟ لان هو السؤال بيقول لك ايه يا اولاد؟ بالوزارات. طب ما احنا عندنا في مدخل السياسيين الفاعلين السياسيين او اصحاب القرار من ضمنها تشجيع اخلاقيات البحث الايه؟ البحث العلمي. نكمل يا ابطال. وصلنا لسؤال رقم 6. يقول الجور ان لم نغير طريقتنا في التفكير لازم نغير طريقتنا في التفكير. فيما يتعلق بالعلاقة بين الجنس البشري وكوكب الأرض فإن أولادنا سيرثون أرضا خرابا. يبقى الراجل بيتكلم عن المستقبل، ده اللي أنا فاهمه، لو أنت فاهم غير كده قول لي. تعال نشوف. تدلل المقولة السابقة على الفكر البيئي الذي يتمثل فيه الاحتفاظ برقابة دائمة وتقديم وتقييم واعي للخلل، ده كلام هانز يونس ده، ولا المطالبة المساواة؟ لا، السؤال ما فيهوش مساواة خالص، السؤال بيتكلم عن الأجيال القادمة. التمييز ما بين البيئات ده مش ابن خلدون خالص. دراسه تاثير المكان ونعاصره على البيئه لا ده مش ابن رضوان خالص. يبقى مين يا مستر؟ الاحتفاظ برقابه واعيه ودائمه ده كان هانز يونس، والسؤال هنا ينطبق مع كلامه. هتقول لي اثبت لي، اقول لك اثبت لك. مين اللي اتكلم عن الاجيال القادمه؟ هانز يونس. مين اللي قال الانسان واعي؟ مين اللي قال الانسان اكثر وعيا؟ طبعا مين هو؟ طبعا هو هانز يونس. طيب سؤال 7 يا ابطال. السعي للحفاظ على مقومات حياتنا عن طريق الكفاح السلمي ورفض استخدام العنف. حلو. حيث تسعى الى مساعدة الارض على تحقيق حياة افضل وايضا الاستعداد للمستقبل. لا انا غيرت رأيي يا جماعة، بدل ما كنت ماسك في كلمة الارض بس همسك في كلمة المستقبل كمان. مستقبل واعي، مين اللي قال الانسان واعي؟ خالي من التلوث والسموم وزيادة استخدام الطاقة البديلة.
يوظف ما سبق احدى اهتمامات المنظمات البيئية غير الحكومية المتمثلة فيه. مين المنظمة اللي اتكلمت عن حياة افضل وسداد المستقبل واعي خالي من التلوث؟ هل المنظمة اللي كانت بتحافظ على الغابة كوسط طبيعي، ولا الحد من استخدام الكيماويات الضارة، يعني قصدك تقول السلام الاخضر، ولا انشاء محمية طبيعية؟ طب ما دي يا مستر هي دي، ده عايزة تحافظ على الغابة عشان موطن الحيوانات، وده عايزة انشاء محميات طبيعية عشان الحيوانات، ولا حماية الحيوانات؟ لا يا مستر، ده ألف هي باء هي دال، الوحيدة المختلفة جيم، هي اللي بتتكلم عن السلام الأخضر. ننتقل لسؤال 8 يا أبطال. سؤال 8 يا أولاد، تقوم وزارة الصناعة، خلي بالك من وزارة الصناعة للدولة، بالتصدي للأخطار الناجمة عن النفايات الصناعية التي تهدد استقرار وتوازن النظام البيئي من خلال الوعي البيئي. وزارة الصناعة، أختار مين يا مستر؟ أختار القطاع الخاص؟ طبعا لا. طب أختار القطاع العام؟ لا. طب أختار الجمعية الغير حكومية؟ لا، ولكن أختار أصحاب القرار. ليه يا مستر اخترت كده؟ عشان وزارة. ارجع لمذاكرتك، ارجع للمنصة، وارجع لفيديوهات اليوتيوب، ارجع للتركات. احنا قلنا دايما أول ما الاقي وزارة، دولة، حكومة، تشريع، قانون، يبقى أنت بتتكلم عن أصحاب القرار. طيب تعال نروح لسؤال رقم 9. تحتوي محمية سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء على ثروة طبيعية وتراث ثقافي كبير. ثواني يا مستر، معلش أنا آسف، كلمة محمية دي ما تعديش عليا، ده أنا لازم أقف عندها. كما أن بها موائد صحراوية طبيعية للعديد من الأحياء كالثعالب والغزلان. ثواني يا مستر، أنت لو بتسألني على منظمات أنا هختار إيه؟ المنظمة العامية للحياة البرية، مفيش كلام. منظمة السلام الأخضر ما تنفعنيش يا مستر. منظمة تهتم بحماية البحار والغابات، لا. منظمة العالمية لحماية الحيوانات البرية هي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. طيب رقم 10، الحماية البيئية يغلب عليها طابع تضحية الأجيال الحاضرة بترك العديد من الموارد دون المساس بها. تكشف العبارة عن مفهوم أخلاق إيه؟ مين اللي قال الأجيال الحالية تحافظ على الناس اللي جاية؟ أخلاق المسؤولية أو المستقبل عند هانز يونس. طب ما أنا عندي إيه؟ أخلاق المسؤولية عند هانز يونس. زي ما إحنا أبطال مكملين، نوصل لسؤال رقم 11. قرر أحد رجال الأعمال، مستر رجال الأعمال دي ما تعديش عليا، أنا عايز الأعمال، رجال الأعمال ده اقتصاديين، برافو عليك. طيب الراجل هيتبرع بمبلغ مالي لشراء كمامات وتوزيعها على غير القادرين حتى تجنبوا الاصابه بفيروس كوفيد 19 او كورونا. يتفق ذلك مع احد مداخل حمايه البيئه وهو مدخل يخص. مستر انا عندي ثلاث مداخل. السؤال هنا ملوش علاقه بالدوله ولا السلطه ولا السياسه، مش اصحاب قرار. المنظمات غير حكوميه، لا يا مستر ده شباب متطوع، ده راجل اعمال. راجل اعمال هنا هختار له القطاع الخاص. ليه يا مستر اخترت القطاع الخاص؟ لان القطاع الخاص يا اولاد يساوي الاقتصاديين يساوي رجال الاعمال. تمام. سؤال 12 يا ابطال، حافظ على البيئه تحافظ عليك. حافظ على البيئه تحافظ عليك. فقبل اقامه اي مشروع يجب ان تراعي البيئه، حقوق اطفالنا. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال للاجيال القادمه؟ طب انا ما عنديش غير هو هانز يونس، طبعا هو اللي اتكلم عن الاجيال القادمه. طيب نكمل يا ابطال ونوصل لسؤال رقم 13. زارت محميه الذرانيق وصبغه البردويل في محافظه شمال سيناء، حيث تعد محميه اراضي رطبه معزوله ومعزل طبيعي للطيور، يتفق ما سبق مع اهتمامات احدى الجمعيات والمنظمات غير الحكوميه. مستر ده بيتكلم على حيوانات ولا بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن محميه طبيعيه. طبعا كده هختار المنظمه العالميه لحمايه الحيوانات البريه. طب هي فين المنظمه العالميه لحمايه الحيوانات البريه؟ هي الاجابه الصحيحه. طب حمايه البحار؟ لا، ده السلام الاخضر. طيب السلام الاخضر ما تنفعنيش. طب المبيدات الكيماويه السامه دي برضو سلام اخضر ما تنفعنيش. طيب سؤال 14، وقعت وزاره البيئه، مستر ثواني، وزاره البيئه خلاص الموضوع انتهى، ده اصحاب القرار، ده الاقتصادي، ده السياسيين، مع وزارة التعليم العالي، ده الموضوع كله وزارة في وزارة، يبقى احنا كده اصحاب قرار. قطاع خاص ما تنفعش، قطاع عام ما تنفعش، منظمات غير حكومية ما تنفعش، يبقى انا اختار اصحاب الايه؟ القرار. وصلت يا ابطال؟ وصلت ان شاء الله. 15، الاخلاق عنده تعمل على دراسة العلاقات التي تقوم بين الكائنات العضوية وبين المحيط الذي تعيش فيه ومختلف ما تسببه له من تغيير وتعديل من اجل مصلحة الناشئين. يا مستر انا عايش في السؤال بطيخة خالص، مش فاهم اي حاجة، بس اول ما وصلت عند كلمة مصلحة الناشئين خلاص مستقبل اجيال، يبقى ده هانز يونس. مستر هدور لحد ما هوصل ليه هانز يونس. طيب سؤال 16 يا ابطال،
قامت الحكومة بحملة إعلانية، الحكومة عملت حملة إعلانية تسمى قطرة مياه تساوي حياة، حيث أظهرت أن دور الإعلام في توعية الناس لمخاطر إهدار المياه له نتائج إيجابية. مستر هي الحكومة اللي عملت كده؟ هي الحكومة اللي عملت كده، يبقى أصحاب القرار في البلد، يبقى أصحاب القرار، يبقى ما تجيش تقول لي القطاع الخاص، يبقى ما تجيش تقول لي القطاع العام، يبقى ما تجيش تقول لي منظمات غير حكومية، ولكن قول لي أصحاب القرار هم اللي عملوا كده عشان الحكومة. طيب سؤال 17، ساعي أو سعى للمحافظة على الموارد الطبيعية، في حد كان بيسعى للمحافظة على الموارد الطبيعية وعدم استنزافها بشكل سيء لمراعاة حقوق أحفادنا أجيال قادمة؟ مستر هم اتنين، يا إما دانيال كلهان يا إما هانز يونس. فين هانز يونس يا أولاد؟ مش موجود، يبقى نختار دانيال كلهان عشان الأجيال القادمة. سؤال 18 يا أبطال، كانت دعوته البيئية توجيه للنشاط البشري من أجل مواجهة التدمير الذاتي المتوقع. ستوب، متوقع عن المستقبل؟ يا مستر عن المستقبل، يبقى هانز يونس، يبقى هانز يونس مفيش مشكلة. فين هانز يونس يا أولاد؟ هانز يونس موجود. طيب ننتقل لسؤال 19 ومن بعده نختم بسؤال 20 إن شاء الله. سؤال 19 أبطال، دعا جون رولز إلى إقامة عدالة بين الأبناء ومن ثم تبنى مدخرات عادلة. حوش لهم شوية كده، شوية يعني ثروة كده نشيلهم لهم على جنب. حلو، مين اللي عايز كده؟ مين اللي عايز الابناء والمستقبل؟ هل هو سينجر؟ مستحيل طبعا. هل ارنايس بتاع الايكولوجيا العميقه؟ ده مستحيل طبعا. هل ألدر بولد اخلاق الارض؟ لا، ولكن الاجابه هتكون هانز يونس واخلاق المسؤوليه او اخلاق المستقبل. سؤال 20 يا ابطال، ان الاجيال القادمه، الاجيال القادمه انا ممكن ما اكملش على كده، الاجيال القادمه يا اما هانز يونس يا اما دانيال كلهان. طب كمل معايا عشان خاطرا، لن يكون لها الحق في استعمال الغاز او النفط او الفحم، لأنهم حينما يأتون إلى الوجود فإن هذه الموارد قد تكون نفذت بسبب سوء تصرفاتنا إحنا، لذلك يجب علينا مراعاة حقوقهم. يعد ما سبق دعوة للحفاظ على حقوق الأجيال المستقبلية، وذلك من خلال نحتفظ برقابة دائمة وتقييم واعي للخلل أو تؤدي أفعالنا للتهديد. لا طبعا مش عايزين نعمل تهديد، نضحي بالحقوق لتحقيق منفعتنا الحالية. لا ما مش عايزين منفعتنا الحالية طبعا. نتصرف بشكل خطر على الأجيال القديمة؟ لا، يبقى الإجابة الصحيحة هي الإجابة رقم ألف. حد هنا يا أبطال نكون وصلنا لنهاية الحلقة بتاعتنا النهاردة، وبكده نكون انتهينا تماما من كل الأسئلة المقررة على الباب الأول فلسفة من كتاب الامتحان. انتظرونا في فيديو جديد وأسئلة الباب الأول منطق على عهد، دايما مكملين. كل منتظرين منكم شير ودعم للفيديوهات. تحياتي لكم، مستر محمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وانا امتى اقدر اقول لك اعمل شير الفيديو؟ هقدر اقول لك اعمل شير الفيديو في حاله واحده بس، لو انت استفدت منه حاجه. لو ما استفدتش اي حاجه اوعى تعمل شير الفيديو، فده وعد. لو انت استفدت سيب غيرك يستفيد.